أهلا بكم. قرر مجلس إدارة نادي الوحدات الانسحاب رسميا من دوري المحترفين لكرة القدم بسبب نقل مباراته مع الفيصلي في الجولة 21 من الدوري إلى استاد الحسن. وللحديث عن هذا القرار وكيفية اتخاذه وتبعاته القانونية ينضم إلينا مراسلنا حسام نصار من مقر نادي الوحدات. حسام نصار أهلا بك، أرجو أن تطلعنا على كيفية اتخاذ هذا القرار وعلى التبعات القانونية التي ستلحق بنادي الوحدات إثر انسحابه من الدوري. اهلا سميحة، بكل تأكيد هو قرار وصف بالقرار التاريخي الذي اتخذه مجلس إدارة نادي الوحدات قبل قليل. اجتماع دار لأكثر من ساعتين، جمع مجلس إدارة نادي الوحدات لبحث قرار اتحاد كرة القدم بنقل مباراة الكلاسيكو في إياب دوري المحترفين وقمة لقاءات الجولة 21 من دوري المحترفين من استاد لقويسما الذي يعتبر الملعب البيتي لنادي الوحدات إلى استاد الحسن في مدينة إربد. منذ ذلك القرار الذي صدر في وقت متأخر من يوم أمس، قرر مجلس إدارة نادي الوحدات بحث هذا القرار كما أسلفت، اجتماع لأكثر من ساعتين ليخرج علينا بعدها رئيس نادي الوحدات الدكتور بشار حوامدة ويعلن الانسحاب رسميا من بطولة دوري المحترفين لكرة القدم. طبعا بكل تأكيد كان هناك حشد صحفي كبير وحشد إعلامي لمتابعة حيثيات هذا القرار وهذا الاجتماع، أيضا كان هناك حضور جماهيري كبير من جماهير نادي الوحدات وعشاق نادي الوحدات. قوبل هذا القرار بالهتافات المؤيدة لهذا القرار من قبل عشاق نادي الوحدات. بكل تأكيد هذا القرار سيكون له تبعات قانونية وتبعات أخرى، لكن قبل الحديث عن الأمور القانونية تحدثت مع الدكتور بشار حوامدة رئيس نادي الوحدات الذي أكد أن هذا القرار جاء بالإجماع من مجلس إدارة نادي الوحدات. أكد أن هناك تواصل كان بين مجلس إدارة نادي الوحدات خلال هذا الاجتماع ومجلس اتحاد كرة القدم أو الممثلين عن اتحاد كرة القدم، لكن لم يصلوا إلى أي نقطة تواصل بين الطرفين ليعني الوحدات برغبة جماهيرية كبيرة بالانسحاب من بطولة دوري المحترفين. سألت الدكتور بشار في حال تم يعني تراجع عن قرار اتحاد كرة القدم والعودة إلى ملعب لقويسما، أكد أن الانسحاب مشروط بالعودة فقط إلى ملعب لقويسما. إذن بشكل واضح كان حديث الدكتور بشار إن لعبت اللقاء أو تم التراجع وتم لعب المباراة بين الفيصل والوحدات على استاد الملك عبد الله فإن القرار سيكون ملغيا. أكيد سميحة سيكون لهذا القرار تبعات قانونية كثيرة وبحسب اللوائح والقوانين في حال يعني أصر نادي الوحدات على الانسحاب من بطولة دوري المحترفين سيتم تهبيط نادي الوحدات إلى دوري الدرجة الأولى وتغريمه مبلغ 100,000 دينار، هذا بما يخص اللوائح. لكن أكيد هناك يعني أمور قانونية قد لا يكون فقط هذه العقوبة أو ستصدر بشكل حرفي على نادي الوحدات، نترك هذا للمختصين القانونيين. أنا أنقل لك ما هي اللوائح الموجودة لدى اتحاد كرة القدم. بكل تأكيد الأيام المقبلة أو بالتحديد 24 ساعة المقبلة ستكون حامية الوطيس بين اتحاد كرة القدم من جهة ومجلس إدارة نادي الوحدات من جهة بانتظار ما ستسفر عنه هذا القرار، ما سيسفر عنه. بكل تأكيد اتحاد الكرة في ملعب اتحاد كرة القدم الآن للخروج علينا بقرار هل يبقي المباراة على استاد الحسن ويتمسك برأيه، وهذا يعني بكل تأكيد تهبيط نادي الوحدات ويعني تغريمه مبلغ بكل تأكيد لن يكون قليل، 100,000 دينار نتحدث. سننتظر كما أسلفت 24 ساعة ستكون حامية الوطيس بين اتحاد كرة القدم ومجلس إدارة نادي الوحدات. بشكل سريع سميحة، كانت هذه الأجواء أو تبعات قرار اتحاد نادي الوحدات بالانسحاب من بطولة الدوري. كنت معكم من هنا من مقر نادي الوحدات، أعود لك وللزملاء في باقي لتكملة باقي نشرة أخبار رؤية. نعم حسام، كنت معنا من مقر نادي الوحدات، شكرا جزيلا لك. وبهذا الخبر نكون أيضا قد وصلنا إلى نهاية أخبار الرياضة. عودة إليك ليلى. شكرا سميحة.